أطفال عم بيلعبوا والطيارة فوق تدور وتحلق تتهيأ الفرصة لترمي براميلها فالضحية طفل وشاب وامرأة نظر الأطفال إلينا وابتسامة تقول يخيفكم صوتها تابعوا الحكاية كم كنا جبناء أطفالنا علمونا معنى الحياة علمونا معنى الموت طوبى لكم الشعب السوري خرج ليسقط الأصنام في بلده أنا لست صنما البلد رح تصير شيء ممكن شيء أنا ما بينه ربما مو بعد يومين بعد 100 سنة رح تصير يعني. بنفكر انه سوريا لوين للمستقبل هتعبر الزمان والمكان هي الثوره لان هي ثوره انسان الشعب يريد اسقاط النظام انا ما كان عندي حلول يعني بدي اكمل يعني انا من الناس اللي لا بدي اعتقل لا بدي استشهد يعني خرجت من سوريا وفي كانه كان بصدري سهم لما ما بتفكر بالخسارات انت رح تربح نحن في سوريا ما حدا عم يفكر بخسارات فدوى سليمان بنت حالمة مهتمة بالمسرح وبالشعر فدوى ذهبت بالمغامرة إلى أبعد حدود الثورة لا تحتمل إلا أنك تخلص لها إلى أبعد حدود فدوى كانت تحب كل شيء إلى أبعد حدود مغامرة متمردة جدا كل الوقت عم تحكي بمنطق حب تحلم بالثورة تحلم بالحرية من طفولتي يعني كنت أحلم بالتغيير كنت أحلم بتغيير العادات الاجتماعية والقوانين والأنظمة كنت دائما أحس أنه الإنسان بيعيش بحالة ظلم ما في عدل أبدا فهي بنت المؤسسة الثقافية واللي هي مليانة فساد ومليانة محسوبيات ومليانة ديكتاتورية الخال ناجي الجرف كلها تصحلوا الخال كلهم يعني بيمنهم يقولوا له خال وبيمنهم يقولوا له خالو هو يحبها تلاقي هيك ابتسم يقول لك ايه ابن اختي قديش ضحكته ساحرة قديش هو انسان حزين من جوا ولكن بيفرض روح الدعابة على المكان اللي انت فيه هذه الضحكة الساحرة لن انساها في حياتي ابدا ناجي هو اول ما رفع علم الثورة بسلمية يعني من صارت الثورة فلمن بلش الثورة ناجي بلش معه كان نشط جدا هو عنده كاريزما ناجي فيعني قادر يشد الناس حتى لو مجرد يعني مع حكى مجرد انه قاعد قادر يشد الناس له يعني كان عنده
مثل كل شخص يعني آمن بثورته كان يستخدم كل طاقته وكل أساليب مشان إنه هو يحصل على ثمار هاي الثورة. طبعا أنا من بيئة شبه صحراوية، الجغرافيا الأولية تبعي سلمية، هي لا أنا مدينة ولا أنا ريف، هي نسبة يعني دارسين أو جامعيين كبيرة. جدرانك أش، مدفعك عبث، طيارتك ورق عبث، فتكك عبث. مجلس كاف الثوريين، الإنسان المحب، الإنسان المساعد، الإنسان رقيقة العواطف. يا أم سوريا راسك مرفوع مهما طال الزمان وتجبر. قد تبكي مي لأبسط سبب له علاقة بالإنسانية. معروفة مي كممثل، يعني كان لها أدوار حقيقة، كانت ما زالت الأدوار مطبوعة في الأذهان، يعني في أدوار حقيقية، حتى كانت في أدوار تمثل النفس المتمرد أو تمثل الشخصية المتمردة. ثارت على الظلم، ثارت بوجه القمع، وطالبت بأدنى حقوق الإنسان اللي هي الإنسان السوري. إذا بدنا نرجع لأنه هي كانت تعتز كتير وتفخر كتير بالتاريخ والحضارة السورية. طبعا هذا بالمقابل أكيد ما بيصير إلا بمواجهة حالات من العنف والهمجية والشراسة يلي حاول إنه هذا النظام وما زالوا بكل لحظة يفعلوا. الثورة لا تحتمل إلا أنك تخلص لها إلى أبعد حدود. اللي مثل ناجي كانوا بحاجة الثورة لأنه نقيتين لمجال يكونوا فيها يعني فاعلين، يكونوا فيها مؤثرين، بعد ما كانوا أشخاص جل طموحهم أنه يعيشوا الحياة مثل ما هي. في حقائق ممكن تنكشف عن طريق ناجي. صنع عدة أفلام وعدة تقارير تلفزيونية كان يكشف فيها ممارسات النظام ولا المتطرفين الموجودين بسوريا. يمكن هذا هو اللي كان الخطر الأساسي. وجاء تهديدات كثير، يعني جاء كثير تهديدات لناجي. تتم مداهمة الأحياء في حمص منذ البارحة وبحثا عنه، ويتم ضرب الناس للاعتراف عن مكان تواجدهم في حال تم اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية أو قوى الجيش. هناك احتمال أن يجبروني للخروج على قناة الدنيا للاعتراف بأني متآمرة على سوريا. فدوى أبدا فكرة الخروج من سوريا أبدا ما كانت تفكر فيها. كانت هي مكتئبة، والكآبة مرض، هو مو مزاج شخصي. يعني كل ما بتذكر كل اللي عم يعني شعب سوري اليوم، واللي هن نفسهم بدهم يعني يطلعوا برا البلد، كنت مؤمنة سالمين جوا ومن برا. صرت لازم تكون برا ومن برا لجوا. شيء قاسي علي كثير اني اطلع. ايه الخروج من البلد هو اللي بيأزم اكيد. الوعي تبعه كان هو عبارة عن اسم ورد والهتافات اللي رددتها بحمص وبدوما. انا ارغمت على الخروج من وطني. الاخير انه ايه بده يطرقني رصاصة يطرقني ويخلص بقى. اتصل فيني مكتب عقاري قال لي بيقول لك أمين الفرع لسانك بده يقصولك. يا مي قبل وفاتها بعشرين يوم يبدو أنه كان مرافقها أرق دائم، تقول أنا حاسة عمري قرب، يعني أيامي قربت. أنا عم عد أيام هلا ودللوني، يعني بالمزح كمان دللوني قبل ما موت، لأنه بكرة بس موت رح بلشوا تكتبوا عني.
داعش قدرت تقتل شابين بأورفا في مدينة أورفا التركية، وهذه كانت صدمة كبيرة لناجي حقيقة. فصار يقول لي صرت حس الموت قريب، أي حدا يعريهم أمام العالم ما يقبل بوجوده. عملنا حفلة، حفلة وداع غنينا له فيها لناجي، وودعناه على أساس أنه رايح على فرنسا. ثورتنا ثورة شعبية، مانا ثورة طائفية. قاعد أنا وابن عم عبد السلام في مقهى بعد يومين، وإذا بيجي تليفون يطلع فيني قال لي ناجي. شوفوا ناجي، عندي بنتين، عندي عائلة، عندي رئة واحدة، بدي كمل. يعني أنا من الناس لا بدي أعتقل لا بدي استشهد. سب دشكات من الصوت طلقة راح ناجي، كل هي الضحكة الجميلة راحت. رجع الخيل يا عين لا تدمع عيني، رجع الخيل يا يما صدري جيبه هالشاهين ناجي. هو يعني الصغير فينا، هو زهوة البيت مثل ما بيقولوا. يعني ناجي اجى جنين 8 شهور، يعني لا 7 ولا 9، كان وضعه صحي جدا خطير. لما اجى سماه الطبيب ناجي، ومن حسن نصح له قال ناجي. وما كنت متوقع اشوف دموع حقيقية وصادقة مثل اللي شفتها بجنازة ناجي. حتى الجو كان كئيب يومتها، كل الناس زعلانة على الناجي. آخر مرة التقيت فيها لفدوى كانت قدام محكمة الجنايات الدولية. وقت اللي شفتها لفدوى بهاي العزيمة وعم تعمل مسرح بالشارع، راحت تماما صورة المرض من راسي. ما فكرت فيه. وهي لينا وما هي لبيت الأسد، عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد. واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد. شخصية فدوى، طريقة مقاومتها للمرض، إصرارها على أنه هي تنتصر، خلى احتمال الموت بعيد. هنيك المسرح والحياة، هنيك عم تتسطر البطولات، هنيك الحياة بالموت والموت بالحياة. كني أقوياء لدرجة أنه حتى ما يظهروا مرضهم. ما فكرت في يوم الأيام أنه فدوى مريضة، ولا قالت لحدا أنه أنا مريضة. يعني العالم مليء بالموت، ممكن تصحت وتموت، ممكن تموت بدعسة سيارة، تمرض، تختنق، تنجلط. الموت أقرب من شهيقنا لزفيرنا، بس يا خسارة على اللي ميت وهو حي. نيال الحي الميت، نيال الحي الحي، هنيك الناس عم تموت لتحيا. مثل فدوى، شخص كثير متحرك، كثير نشيط، بيخلي هذا الموت صدمته أكبر. كانت تبكي وتقول رح يروح جسمي ورح تبقى روحي هو، ما رح أعيش براتها. كان عنده حلم إنه يشوف ابنه. باليوم اللي ماتت فيه ابنه كان على باب السفارة الفرنسية ببيروت مشان يجي. إجت مي تزور فدوى قبل أسبوع من وفاة فدوى. بكوا كثير هنا الاثنين. بعدين مي قالت له بدنا نرجع على سوريا، بدنا نغني وبدنا نشيله لا بشار وبيه همتنا القوية. فدوى كانت تضحك يا شباب، هلا بدعيكم كلكم لأنه تبتسموا وتضحكوا، ونودعها بابتسامة. إذا دوري قصير ومتت فقوم
كون هيك بده، هيك بده الكون، هيك بده الحياة. انتهى دوري هون، انتهى اللحظة. وللأسف هن الشخصيتين راحوا. بس يعني مظاهرة بمستشفى قسم أمراض السرطان، اثنين إصرار مو طبيعي للأسف. فقدنا الاثنين. مثل أي سورية عم تحلم بوطن تربي فيه أولاد على الحرية والكرامة. صرخت في وجه الرصاص فلم يصبح طحينا يا أبي، وقلت للقنابل يا حمام، ففجرت الجدار أشلائي وباح دمي للعشب ماء. تهجيرنا نحن من مدننا وإخراجنا بطريقة أو بأخرى والضغط علينا للخروج هي جريمة، جريمة فينا نحن. يعني أنا اليوم 8 سنوات أنا ما لي شايف أهلي، فدوى ماتت بعيدة عن أهلها، ومي ماتت بعيدة عن أهلها، وناجي مات وما شاف أهله. يعني ما حدا مات حوالي أهله، هذا أبسط حق أني أنا أموت حوالي أهلي، ما قدرت أوصل له. وكل هذا بس لحتى إن شاء الله سيضرب السلطة. الثوار الأحرار اللي يبحثوا عن الحرية شهادتهم أو موتهم بتكون وصولهم لهي النقطة، وصولهم للحرية أيا يكن شكل هذا الموت. أي ثائر يدافع عن قيم حقيقية، قيم تتيح للإنسان أو الإنسان السوري، خليني على الأقل أحكي بسوريا، هو بالنهاية ثائر بطل. فدوى ضد السلاح، كانت عم بتدافع عن سلمية الثورة، كانت عم بتدافع عن الكلمة، انه نحن بالكلمة بنقدر نعمل هذا التغيير، ان كان على المستوى الشعبي وان كان انه يفهم النظام انه نحن ناس مدنيين، نحن ناس سلميين، نحن بنطلع بالورد. اوصي الشعب السوري العظيم بان يستمر بنظامه السلمي حتى إسقاط النظام وتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية التي يحلم بها كل السوري. كانت تشوف أنه السلطة مستبدة، السلطة فاسدة، ضد السلاح وضد الأسلمة وضد أنه الثورة السورية تأخذ أي بعد طائفي. الجملة الشهيرة لفدوى: لنطلق ثورة الحب فينا. اليوم بين البارودي والبارودي وبين الموت والموت ما ضل غير شباب المجتمع المدني وشباب العمل المدني، هن اللي فين يعني يعطوا شوية أمل لترجع حياة سوريا. ميناد جرف عبارة عن صحفي سوري اختار كبقية السوريين الوقوف أو الاصطفاف إلى جانب الثورة السورية. ميناد كان علمي، كان ذكي جدا، يعني قادر يشد الناس حتى لو مجرد يعني ما حكى، مجرد إنه قاعد، فهو ما أخذ شيء جدي يعني عايش اللحظة. كان لعب شطرنج كويس، كان كاتب قصة كويس هو صغير، هل يمكن بعدين بينت لمن صار في مجال يعني للحرية بالثورة نكتب براحته، بين أنه الفرق. كان مؤمن بسلمية الثورة وبالمدنية، وكان مؤمن بالتشبيك بين السوريين. كان يتنقل كتير ليحصل على أكبر عدد من العلاقات، بادل معاهم الأفكار والكلام حول الثورة وليش عم نعمل ثورة.
هربوه من جرمانة لدرعا ومن درعا للجا، فاستغل الفرصة أنه هو باللجا درب مكتبين إعلاميات. وما كان في اختصاص تصوير أو حدا دارس إعلام الشباب الموجودين بالمنطقة اللي إحنا كنا فيها اللي هي اللجا، واللي هي كانت تقريبا ما فيهاش كوادر إعلامية، فكنا نصور أيامها بالموبايل. صديق الكل حقيقة، الكل يعرفه، الكل يحبه، هو يكتب بوستات كثير على الفيسبوك، كان متخذه منصة حقيقية الفيسبوك. فأنت تنقل بين بوستاته تشوف الناس اللي عم تعلق له، أصدقائه، الشباب اللي دربها، خلينا نقول النخبة المثقفة السورية، الوسط الفني السوري، الوسط الصحفي السوري. أنا كنت زور أحيانا بمكتب جرمانة، يعني كنت أحيانا 10-15 ناشر خلال ساعة ساعة ونص أنا قعدون عنده من الفاعلين بالثورة كانوا يمروا على المكتب. فدوى راحت على حمص، عاشت بين الناس، هي راحت عاشت عند أفقر ناس، عند أبسط ناس، ما عندهم أهداف أو أحلام سياسية، بس هن بيعرفوا أنه هن ما بدهم يعيشوا بهذا الظلم. كانت حمص في مناطق كثيرة خارج سيطرة النظام فيها، وقدرت فدوى تكون أكثر تنظيما. صارت تحكي بخصوص شو يعني مواطنة، صارت تحكي بجمل كثير بسيطة. وجوده بأي منطقة كان كفيل بأنه هو يحول هاي المنطقة لمنطقة غاضبة. بدأت تصبح أحد قادة الحراك الثوري بالسوري. الخوف قتلنا 40 سنة، بعد هلأ الشعب السوري قال ما بقى يخاف وما عاد ينزل، والموت ولا المزالة. ميس كاف كانت نجمة حتى في أعمالها، مثل ما قلت أسلفتي كانت متمردة، يعني حتى التمثيل تبعها كانت تأخذ أدوار المتمردة، كانت تأخذ أدوار القوية. يمكن كان هناك في تحفظات لم تكن تستطيع مي تخرج من هذه التحفظات، تخرج من هذه القوقعة، تخرج من هذا الغلاف ما قبل الثورة، ولكن هذا التمرد انفجر ما بعد الثورة السورية، وبالتالي أتاح لها أنه تعبر بأقصى درجات التعبير. السوريين بكفيهم الماضي الأسود اللي مرقوا فيه. ناجي الوقت اللي كان بالشام عمل مجلة سماها حنطة. بين تكون حنطة هي هذا الجرن اللي فينا نخبص فيه كل هدول، يعني هذا التنور اللي فينا نشوي فيه كل هاي القصص، يعني خليها تمشي وقت الحرف وتتكسر ببعضها ويطلع الرغيف، يعني له رائحة حتى ما يكون مغذى بالحد انه يكون له ريحه، يعني تعطينا شويه حميميه. فينا نرصد يعني تغيير مجتمع كافه مناحيه السياسيه الاقتصاديه الاجتماعيه الاخلاقيه الفكريه، في تغيير كامل عم يكون في يعني هدم بنى يعني. فكان يكتب حتى اتذكر يقول حنطه انا جرنك المتعب، شبه حاله بالجرن انه هالحنطه عم تندق فيه. الأسماء اللي طالعها وهي كلها لها علاقة بالبيئة وبالمكان اللي هو ولد فيه والمكان اللي نشأ فيه. ناجي كثير متعلق بسلمية، كثير يحب سلمية. كان تقصد حياة الناس العاديين. فرحة ناجي الكبيرة كانت لما يشوف عدد مجلة حنطة بإيد شي حدا من هدول الناس. أهوى شي علي زدت لك هيك يصير يغني بصوته، وصوته مو حلو بس يعني كان هيك يعني إله جو. اي جمله بده يحكيها يسويها عتابه، يحكيها بطريقه غناء، يعني يا طاهر تعال ويقعد هيك. فبعدها صار عندي فرصه تبع اشتغل على المجله اكثر تبعنا، يعني الفريق صار فينا نطلع نفوت على سوريا. من خلال حنطه كان يواجه الدكتاتوريه بوجهها، بوجه النظام ولا حتى التطرف اللي كان موجود بسوريا. مثقف الشاعر الروائي هو بينقل مشاعر واحلام وطموحات شعبه والبيئة اللي عايش فيها. إذا بده يروح على القصر فهو يروح يتحاكم مثله مثل القاتل. كان عمله حقيقة فني وتوعوي، وهذا بعتقد يعني أحد أهم لازم نشتغل عليه أيضا، الشق التوعوي. ومين قال إنه إنسان بيخلق شعب؟ هالكذبة اللي اخترعوها وزرعوها بروس الدرويش إنه حافظ الأسد علمكن وشغلكن أحياكن ولولا كنتوا أموات.
الثورة السورية كانت مطالب حق، مطالب حقيقية للشعب السوري، تم تشويهها، والتشويه كان صوته أقوى من بقية الأصوات السلمية المدنية اللي هي صوت مي وصوت العديد من الأصدقاء والزملاء. كان عندي حلم، دخلت على المعهد المسرحي، إنه المعهد هو أو المسرح هو قائد التغيير، المسرح هو بيشوف الحياة برؤية جديدة، المسرح بيعطي رؤى جديدة للحياة وقادر على التغيير. كان صدمتي كبيرة إنه وأنا عم بدرس بالمعهد إنه ما عنا ثقافة ولا عنا مسرح بمستوى كتير طحل. بلشت كمان أبحث عن هذا الأمر إنه ليش نحن معنا ثقافة، فاكتشفت إنه بالنهاية إنه في نظام معين أو في أنظمة بدها تجهل الإنسان وبدها تخليه متخلف وغير قادر على التفكير، بدها تشله. عرض قامت فيه فتوى وهي كانت جريئة بإنها تقدمه على مسرح العمال بدمشق. كان عم يحكي عن أم من حما شهدت المجزرة، يعني قديم كتير. فدوى كانت جريئة بأنه هي توقف على المسرح، يعني وقت اللي عرض عليها عمر أنه هذا النص، قالت طبعا تشتغل. ما كان في عندها خوف أنه من قصة الثمانينات يلي كنا بالبيت الواحد ما يسترجي يحكي فيه لتفاصيل هاي المجزرة يلي حصلت. هي قدمتها على المسرح. بعد 45 سنة من حكم بيت الأسد التغت كثير قصص بالهوية السورية، وبلش الموضوع يتجاوز لموضوع أنه أنت يومياً عم ينضغط عليك، يومياً أنت عم تتعرض لذل. احنا ساكنين بحي عادي، يعني بناية، نحن الطابق الرابع وجارنا الطابق الأول بالأمن العسكري. كانوا يقولوا له أبو علاء كان لما يجي من الساعة 2 الظهر للساعة 4 زلم نسوان البناية ما تسترجي تفتح ثمها، نايم أبو علاء، إذا صحي أبو علاء يقتل البناية كلها، يطربش على رأسنا. رغم هذا الشيء كان في هامش للفنان وللمثقف يقدر يعمل في شيء. أنا كنت استخدم هذا الهامش، وكل فنان كان يقدر يستخدمه، كل مثقف كان يقدر يستخدمه بشكل أو بآخر. بس نحن شو بنعمل نسبة قدام كل السوريين؟ بأي ثورة بالعالم لعبت الفنون الأدوار بأرشفة ضمير شعوب وبحتى حظها على الاستمرار، وكل شيء بيفنى، ما بتفنى الكلمة وما بيفنى الفن. نظامنا ما بيصير تقوله لا، نظامنا هو بيقول لا. الرئيس السوري هو المعارض الأول، هو الحاكم الأول، والأستاذ الأول، والموسيقي الأول، والفنان الأول. أنت مواطن سوري حقك رصاصة، كان حقك فرنك، هلأ صار حقك رصاصة. فأجت هي الثورة عطتنا مجال أنه نحكي، نفتح صوتنا ونقول بدنا حرية، نقول بدنا كرامة، نقول بدنا يسقط هذا الظلم عن الشعب السوري. صوت الرصاص شو ممكن انك تعمل؟ انت غير قادر على حمل السلاح، غير قادر على القتل. حتى كنا عم نشتغل على انه الكلمه تقتل، ايضا الكلمه تقتل، الكلمه تعبر الزمان والمكان. تم تداول الأخبار، الرصد تبع الأخبار عن طريق البطل أو الناقل أو الراصد اللي على الأرض هو المواطن العادي، هو المتظاهر، هو الناشط. اعتقال أحد الأطفال في برزة البلد 24/6/2011. الفوسفور الحارق فوق ريف مارة النعمان الشرقي 7/1/2018. وصنفت سوريا أنه هي أخطر مكان على الصحفيين. الناس عم تصور بجوال، عم تصور بآيباد، عم تصور بكاميرا. لهذول الناس لازم يتدربوا، هذول الناس لازم يعرف كيف يصور، يعرف كيف وإيش يصور، مو بس يصور، إيش يصور. هذا كان مشروع مواطنة الصحافة تبع نجم. طالب سوري هو صحافة مواطن حقيقية، أراد أن يوصل صوته، أراد أن يوصل صورته الحقة، أراد أن يعمل لوبيات ضاغطة
اللي كان على النظام المستبد من جهة، وكان على المجموعات المستبدة اللي ظهرت بحكم وجود هاي الجدلية بين المستبدين. فهذا الشيء ما كان يناسب النظام ولا كان يناسب بعض الفصائل. كان يقول صوت الكاميرا أقوى من صوت البارودة، وما كان تقريبا يعدي يوم أو يومين إلا ننعي أحد زملائنا وأصدقائنا. دارية 5/2/2013، اقتحام المدينة بدبابات الأسد. النظام من خلال قصفه كان يصير في بعض الضحايا أو بعض الشهداء، حتى الفصائل خلينا نسميها بأسمائها، إن كان داعش ولا النصرة، تعتقلهم، تضربهم، تهددهم. أي كاميرا كانت تنكسر كان ناجي ينعيه، وهاي الكتابة منقهر كانت تطلع، مقهور مقهور كثير على الشاب اللي يموت، على الكاميرا تنكسر، على الشاب اللي يعتقل. في مواطن صحفي من درعا، شاب اسمه كلمونا ابو حور، فقد ايده ورجل، فبعث لي صرت انا ارفض اللقطات انه في هزه كاميرا يعني ما غير صالح للنشر. فعمل شغله هيك بعد فتره، فاليد الصناعيه ركب علي الكاميرا، شدها ببراغي على اليد الصناعيه وثبتها صار جزء منه، فبعث لي لقطات قال لي بس هي جكاره فيك، انا ما حدا بيرفض شيء. فكان يقول لي لا، كيف ما فيك خرج التصوير او هالقصص هاي، لازم تضلك تصور، يعني حتى في ناس بتصور وهي ما عندها ايدين. في ألف حل، لاقي حل واستمر بالتصوير. في هذا التحدي، في هذا الإصرار، في حدا يعني عنده هذا الشيء بده يقول شيء. هؤلاء الناس طبعاً يعني هن اللي يعول عليهم. اليوم صار أي شخص قادر يعرف شو صار بسوريا يكتب له سوريا 2011 يشوف شلون بلشت مظاهرات، يكتب له 2012 يشوف شلون بلش رد النظام وشلون قمع المظاهرات وشلون تشكل جيش حر، يكتب له 2013 يشوف شلون بلشت تحرر شوية مدن، 2014 شلون بلش يدخل إسلاميين طلعوا لنا فجأة، 2015 شلون بلش يأكلوا الثورة، 2016 بلش يدمرنا هو وروسيا وإيران، وهيك لحتى اليوم نحن مشرذمين بكل أصقاع الأرض. على فكرة إذا ضليت هيك ما حدا رح يعرفني، صح ولا لا؟ لا، شعراتك صاروا معروفين؟ ببداية 2012 الشهر الثاني تقريبا صار الأمر تهديد، مو فقط لحياتها، لحياة المحيطين فيها كاملة. اللواء جميل حسن طلبها بالاسم، بالتصفية، قتله بأي شكل من الأشكال، فاضطرت تهرب تسللا طبعا عن طريق الحدود، وكانت متنكرة. وبدنا نشيله لبشر وبهمتنا القوية، سوريا بدها حرية، سوريا بدها. وظلت تردد انه كان اكبر خطا ارتكبته هو خروج من سوريا. في سببين انه هي ما تطلع، اول شيء في هذا الحلم اللي هي بدها تحققه وهي بالبلد، وثاني شيء انه في عندها ابن. كثير صعب على ام تترك ابنها. باليوم اللي ماتت فيه ابنها كان على باب السفاره الفرنسيه ببيروت مشان يجي. حالة الرفض اللي كانت موجودة إنه تخرج نفسها مرقتها كل الوقت، يعني حتى لما طلعت ووقت اللي وصلت على باريس أول شيء عملته إنه طلعت مظاهرة بالشارع. يا شباب تابعون، احنا لازم نكون عن جد واحد مو شعار، كلياتنا لازم نكون ايد واحدة لمنع الحرب الاهلية، الحرب الداخلية، الحرب الطائفية. كان في طبعا مضايقات غير العمل والمنع السفر حتى. عندي اساس انه ما حاجة. لما سدت الطرق بوجهها فاضطرت للخروج، يعني لأنه هالمرة اعتقالي ما حيكون خايف مني، قلبي من القفص ترباب
الشعب السوري اعتقل، ومي هي مواطن من هذا الشعب السوري، فما راح توقف على لماذا اعتقلت مي إسكاف. هل هي تهمة إرهاب؟ هل هي تمويل إرهاب؟ هل هي وهن نفسية الأمة؟ هل هي سب الذات الأسدية؟ بخجل تخونني اللغة أني أنا أحكي عن بطولة الشعب السوري، وبخجل من اللي أنا عملته لأنه ما عملت شيء. من وقت ما طلعت ساس بالذنب كان الجو المهيمن علي فعليا، كثير اشتغلت وما وقفت محاولة، ما وقفت شغل. أنا لا أخاف من النمور لأنهم أرحم من البشر. في النظام هو حارب ناجي لما كان ناجي بسوريا، بقلب سوريا، لاحقوا أمنيا، اضطر ناجي يتخبوا مجموعة أصدقائهم بدويلعب بأحد الشقق، تلاحقوا وتقريبا كانوا راح يمسكوا، نفذ اللي نفذ واعتقل اللي اعتقل. يعني هو بيعرف مثلا ممكن أي حركة مفاجئة، يعني إذا حمل بنته ممكن ينفجر الكيس، لحد الدرجة كانوا الوضع الصحي جدا خطير، ومع ذلك ما كان يهب. عنيد يعني عنيد كان، يعني إيمان بالفكرة خلاها جدا عنيد تجاهها. الصغيرة مثلاً إنه لما وصلت أنا تركتها يعني السماعة من الضحك، فلقيتها عم تمشي كم خطوة وطالعة لسن وتحكي لها كم كلمة، فأنا حسيت إنه شو عملت فيني، شو يعني إنه أنا شو عملت بحالي وشو عملت فيني القصة وشو عملت فيني الوضع، وهي الضريبة عن جد محله ولا ما أنا محله. صار عندي مثل المراجعة الذاتية إنه بيستاهل اللي عملته، إنه أنا ما أشوف بنتي بهوديل الشغلات. كان مندفع جدا، مندفع، وحاول يقدم كل شيء عنده لأجل الثورة السورية، لأجل أنه تنجح هاي الثورة. آخر أفلام ناجي كان داعش في حلب، كان آخر أفلامه وآخر أو أول أسباب أو أقوى الأسباب أنه ينتقموا منه. فلما كنا عم نشتغل الفيلم كان عم يقول لي الله يستر الله يستر. بيوم من الأيام نازل ناجي من البيت بده يفتح سيارته وقع المفتاح، فشايل بنته وبطل يشيل المفتاح، لقى شيء تحت السيارة، فهو يعني حس بخطر يعني، واتصل على البوليس، وفعلا طلع كأنه عبوة أو شيء يعني تحت السيارة. فهون صارت قصة تأخذ أبعاد أخرى، قرر ناجي السفر. أجمل مكان بالثورة من وجهة نظري إنه عرفنا بعضنا عن قرب. أنا فوجئت بأهل درعا، وأهل درعا فوجئوا بأهل الساحل، وأهل الساحل فوجئوا بأهل دمشق، وأهل دمشق فوجئوا بأهل حلب، وأهل حلب فوجئوا بأهل حمص. فدوى ما بتآمن بالطائفية. لما صار في إشاعات عملت أول اجتماع جمعتنا من كل سوريا طوائف متعددة لنقول أنه نحن نساء من كل سوريا، نحن ضد هذا النظام المستبد. سوريا التاريخ، سوريا الأديان، سوريا الكنيسة مع الجامع. ناجي ومي وفدوى على الأقل كنا نحن نحكي فيهم. لو كانت الثورة طائفية أو الثورة هي عبارة عن قامت بها طائفة محددة أو مذهب واحد، لما وجدنا مي إسكاف، لما وجدنا ناجي الجرف، لما وجدنا فدوى سليمان. بيعرفوا الشباب اللي نحن تقلنا معهم، كان في واحد شبيح معنا وقت عرف معارضة للنظام، إنه ممكن حدا من غير الطائفة يقول لا لهذا النظام، معناتها قدي النظام حاطت براسه. الثورة اللي وقفت فيها فدوى سليمان جنب الساروت ووقفت بحمص صارت صحرة الثورة وتغني ما هي طائفة. سلطات بشار الأسد كانت دائما تصدر نفسها على أنه هي حامية للأقليات، علما أنه هذا الموضوع ما كان كتير موجود، وإن كان
اللي شحن وأجج هذا الموضوع وحشد بهذا الموضوع هو السلطات نفسها من السبعينات حقيقة. نظام حاول يسوي طائفية لما هو فتح بواب الزنازين لكل المتطرفين الإسلاميين اللي كان هو عم يربيهم أو اللي كان يعتقلهم ويجمعهم مع بعض ويعرفهم على بعض ويعطيهم بيئة حاضنة أنه يكونوا مع بعض مشان يسويها طائفية. بالنسبة للنظام الفنانين والصحفيين كانوا أخطر من من حمل السلاح بالنسبة للنظام السوري. كان هدفهم مسك واعتقال والتخلص من الناشطين ومن الناس اللي تعرف تقول لا. في حين تم تيسير المعارضة المسلحة بالسلاح، في حين المثقفين والصحفيين والفنانين تم محاربتهم بشكل مو طبيعي. الوعي بأنه النظام عم بيفرغ سوريا من الفنانين ومن المثقفين صار أكيد بال 2012، صار محسوس باعتقال أصدقائنا. الفن هو الوحيد القادر على أنه يجمع كل ما من يستطيع أن يؤمن بثورة الإنسان اللي عم يقود اليوم الشعب السوري الأعزل من كل شيء، الأعزل من كل شيء اللي تمارس عليه كل أدوات القمع والقتل بكل أشكالها من الجاهلية حتى اليوم. يوم اللي وقعنا بيان فك الحصار عن درعا رسموا بالتلفزيون السوري بالإذاعة صور لسيدات محترمات ممثلات كبار وإن عاريات من فوق. عملوا فوتوشوب وعلقوه بالحيط. فدوى الوحيدة، هذا الحكي كان عمره بأسابيع من الثورة السورية، الوحيدة اللي اجت شقت اللي قربت وشقت انه هذا عيب ومهين بحق النساء وبحق هالفنانات المحترمات. فنان ما بينضرب لأجل سياسي، بيروح رئيس وبيرجع رئيس، والفنان المحترم بيعطي لبلده لأجيال. الثورة السورية وقيم الثورة السورية وتضحيات الثورة السورية لم يصل يعني قلة من المثقفين ارتقوا إلى هذه التضحيات، فيما عدا ذلك وقفوا إما موقف المتفرج أو اعتبروا حالهم أكبر من هذه الثورة أو اعتبروا حالهم منظرين لهذه الثورة بانتظار أن تنجح هذه الثورة ويقودوها أو بانتظار أن تنجح هذه الانتفاضة وأن يقودها. الحلقة المفقودة بين الناس وبين الناشط المثقف هو كان ناجي. بيته كان مفتوح للكل، أي حدا بيجي على غازنتاب ما له محل بيعرف إن بيت ناجي مفتوح. كان ناجي يقول هذول أولاد أختي. جميل الشهيد قالها ناجي للكل، لكل حدا عزيز على قلبه ومات. ومثل ما قال وين ولد أختي، مثل ما يسمي الشباب اللي تعرف عليهم حبهم وحبه، كلماته تتردد. هو قالها بصدق للكل، وأجى اليوم اللي تنقال له هذا حقه. حنون الخال حلو ناجي. بشكر الفرنسيين كثير لأنه أنقذوا لي حياتي حقيقة. أنا كنت معرضة للخطر بشكل حقيقي، ومثل ما قلنا بدنا نرجع نتعلم منهم لنصنع الحرية اللي بتشبهنا. فدوى كانت لآخر وقت مصرة على هذا الشيء بالشعر، هي راحت على الشعر مشان تكمل. لماذا هناك خيام غرقنا في لجة المعدن؟
لماذا هناك شعب يهجر؟ لأن غارقون في بحر من الدماء. أن الشعر بالنهاية هو حلم، هو حلم، هو خيال، هو شيء مثالي، فهي بدها تكمل فيه. وكبر حلمها، كبر، ما عاد صار هو مقتصر بسوريا والسوريين، هي صار في شيء أكبر من هيك. النظام بس يسقط جواتنا بيسقط خارجنا. إذا النظام قاتل ما رح نسمح للنظام يحولنا لقتلة. إذا النظام سارق ما بنتحول لسارقين. ثورتي فكرة، ثورتي حنجرة، ثورتي شهيد عم بيحبو بالسما، ولادته عسيرة وموته ولادة جديدة. مي مثل أي ثائر مجهول كان سوري كان يطالب بتحقيق قيم الحرية. يعني آخر عبارة قبل وفاتها الله يرحمها اللي كتبتها خلينا نقول على الفيسبوك، قالت إنها سوريا العظيمة وليست سوريا الأسد. برسم فدوى يمكن الطير الحر، بس الطير الحر بيجرح، فدوى ما بتجرح. فضل أبيض وأسود للصورة، وابتسمة ابتسام التحدي أنه راح ننجح، راح نكسب، راح ننتصر. صورة اللي بتصرخ فيها، يعني صورة هي بتصرخ فيها كلمة حرية. أنا بحب أرسم فدوى بهاي الصورة اللي هي صرخة ممتدة غير منقطعة. في العتمة المبهرة، الحناجر التي رتلت لله أغنية كي لا يفكر إلا بالحمام وبالسلام، كانت تصد وحشة دمشق، لا تعرف اليد التي اقتلعتها أنها أنبتت في كل سوريا حناجر، عباد شمس في حما وغارا في حلب، وفي درعا وداريا عناقيد عنب، ماسا أحمر في الرقة وفي حمص الأكاسيا. ثورة هي فكرة، والأفكار دايما بتتجدد، ودايما دايما حيكون في ثورات. نحن خسرنا فدوى، خسرنا وجودها معنا، وهذا الإصرار. الحلم بيكمل اكيد. قضية الحرية لا تنتهي، وما كانت موقفة قضية الحرية عند مي شكافة أو عند غيرها من الشعب السوري. مي كانت أيقونة للثورة السورية، ماتت مي وما زالت أفكار مي موجودة فينا. مثل أي سورية عم تحلم بوطن تربي فيه أولاد على الحرية والكرامة، وبعدها بدها الوطن يحلى ويكبر ويساع الكل، بعدها عم تقول حرية حرية. نبنى للوطن، اتمنى نزرع للوطن، اتمنى نحب للوطن، اتمنى نكون بالوطن وللوطن. ما بينتسى ناجي، اجاني خبر انه استشهد ناجي. بعد فترة اجاني طفل سميته ناجي، فهلا بينادوا لي ابو ناجي. لا تنتهي القضية بمغادرتنا، بدليل انه لغاية الان الكثير من الاشخاص يستشهدوا
أو يأخذوا من جمل مي من جمل فدوى حتى اللي كتبوها على الفيسبوك أو حتى في الجلسات، يعني بالعكس عم بيعيد استحضارهم. خالة؟ يا حبيبي. شو اسمك؟ اسمي مي. اسمي مي؟ مي مي اسمي. وين الطيارة؟ قوم نهرب قوم نهرب قوم نهرب. رضي هديت الطيارة رضي فيها هديت فيها. كنا ماشيين بالمظاهرة عم بدروا كل احنا قدام قذيفة بدر، عم نزلق قذيفة الصواب الصواب ولد صغير تقريبا ادهي. تمام. احنا حين كنا بالمدرسة نشوف يجي لعنا كم الشهداء كفنهم بابا نشوفهم واحد. اول مرة صرنا نخاف بعدين تعودنا. واحد اثنين راسه طاير، واحد ثلاثة ايده طايرة، واحد مرة بابا اتنين. بيجي يوم بنكتب عن فعلا معنا بطولة جديدة بسوريا الجديدة. البلد فيها تحلم، أنا ما فيني أحلم، بس هي صرورة تاريخية. البلد رح تصير شيء منيح، يعني شيء أنا ما بينه، ربما مو بعد يومين بعد 100 سنة، بس رح تصير يعني. والسلام، كل السلام على سوريا وشعبها. والسلام، كل السلام على سوريا وشعبها. والسلام، كل السلام على سوريا وشعبها.